طبعا تحدثت في الحلقتين السابقتين عن القمة وعن النجاح الكبير الذي حققته الجزائر، وأنا صادق في هذا الأمر، هناك نجاح ونحن يعني أكاديميون وهناك الحقائق أمامنا، فأرجو ألا تعيروا أولئك يعني الذين يتحدثون عن الإخفاقات، لا تمنحوهم الاهتمام بصراحة. القمة ناجحة، الإعلان الذكي منح القضية الفلسطينية الأولوية، وبصراحة أنا قمت بجهد أيضا متواضع لتفنيد مزاعم المتربصين بالجزائر الذين رفضوا الاستماع لأمين عام الأمم المتحدة وهو يقول أنا برتغالي الأصل ولكنني فخور بالجزائر كونها رائدة في دعم حركات التحرر في العالم. ولكن لا بأس، إن النجاح بطبيعته سيداتي سادتي مغناطيس يجذب الحساد وأعداء النجاح، هذا يحدث باستمرار، وثمت فريق عربي مجبول على جلد الذات يستنكف العزة ويستكثر على دولة عربية عزيزة وطموحة يستكثر عليها النجاح. هؤلاء هم جنود اليأس والتثبيط، أنبذوهم، لا تسمحوا لرسالتهم المسمومة بالتغلغل إلى نفوسكم، لقد دأبوا على بث اليأس ونشر التثبيط بحماس قل نظيره، وكأنما يتقاضون معاشاتهم من اليأس شخصيا. يعني إنهم مدينون لليأس ومن طاقته المدمرة، يستمدون وجودهم، أنبذوهم كما تنبذ اليأس. وعاشت الجزائر رغم أنف أنصار اليأس والهزيمة، عاشت الجزائر التي بدأت مشروعا ضخما هو عبارة عن مدرسة عليا لتكنولوجيا أنظمة الطائرات المسيرة. هل يذكركم ذلك بأخبار مماثلة مثل بدء إنتاج سيارات فيات وغيرها من المشروعات الصناعية الطموحة؟ لماذا لا نحتفل بذلك؟ هل تريدون الاحتفال بقدرة اليابان وكوريا؟ لماذا لا تكون هناك قدرة مماثلة في الجزائر؟ هذه رسالة طموحة، رسالة أمل. المهم، هذا كوم ونجومية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كوم آخر، وأنا أعرف أن هذا سيزلزل أعصاب البعض، لا أقول والله ذلك متزلفا، وصدقوني ليست لدي أسباب للتزلف، ولكنها الحقيقة. بعد القمة وبسبب إنجازاته المتلاحقة على أكثر من صعيد، ازدادت شعبية الرئيس الجزائري بشكل كبير، وتناقلت التقارير هذا الخبر على الاتحاد. لدينا هنا نموذج مشرف لقائد وطني نجح في التوفيق بين أغرب التناقضات التي طرحها الوضع العالمي، حافظ على صلاته مع أوروبا وموضع الجزائر في قلب المعادلة التنافسية، وفي ذات الوقت عزز علاقاته مع الصين وروسيا وانتزع لبلاده مكاسبا أعظم، مدركا أن الأزمة بقدر ما تطرح تحديات فهي تطرح فرصا كبيرة. ذلك أن حلفاء الأمس أو حلفاء اليوم الذين هرولوا إلى الجزائر بحثا عن مصالحهم سيستمعون بآذان صاغية وسيأخذون مشروعاته الطموحة بجدية أكبر. وفي ذات الوقت لم يتخلى عن القضايا المبدئية، والنجاحات قد تغري البعض، يعني إما حرصا على المزيد أو خوفا من فقدانها فتدفعهم إلى التنكر إلى مبادئهم، ولكنه تشبث بالمبادئ وكرس لها وقته، فكانت المصالحة الوطنية الفلسطينية وكانت القمة العربية ولما الشمل العربي. ماذا تريدون؟ أم هي أدلة ومعطيات مجسدة على الأرض؟ الرئيس الجزائري نموذج مشرف للقائد الوطني الإقليم العربي، ولأنه كذلك سيحاربونه ويسعون إلى التقليل من إنجازاته، فهم يكرهون النماذج المشرفة لأنها تنطوي على تهديد للنماذج السمسارة التي تعبد السلطة وتسمسر بقضايا الشعوب. هنا يكمن الفرق. اليوم ودون مبالغة، الرئيس الجزائري هو نجم الزعماء العرب، ولقد استحق هذه المكانة عن جدارة، وبصراحة يجب أن تكون نجما لكي تكون رئيسا للشعب الجزائري العظيم، هذه قناعتي على الاتحاد. أنا تعمدت التطرق لهذا الأمر ليس فقط لأنه خبر تطرقت إليه وسائل الإعلام، بل لأنه ليس عيبا،
أن نحتفي بزعمائنا ونكافئهم بالتقدير، فالاحتفاء بالنماذج المشرفة واجب وشرف، فهو يحصننا على الأقل ضد النماذج المتهالكة. بالطبع يعني لن تجدوا خبرا عن الرئيس الجزائري في قناة الجزيرة، فهي مفتونة بالنماذج الصغيرة وكفلاء الوجبة، ولا تتوقعوا أن ينال الإنجاز الجزائري رضاهم، ولا تبحث عن الشرف في غير موضعه.